قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الأستاذ الدكتور شريف صدقي إن القمر حورس واحد سيتم استخدامه في العديد من المجالات، لا سيما تحسين الإنتاجية الزراعية من خلال رصد جميع مصادر المياه عبر القمر بدقة عالية. وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن القمر حورس واحد سيمكن مصر من رصد العديد من الكوارث الطبيعية كظاهرة التصحر، إلى جانب متابعة العديد من المشروعات القومية ورصد مراحل تنفيذها والمعوقات التي تواجهها، فضلا عن تعظيم دور مصر المحور عربيا وافريقيا على صعيد التنميه المستدامه. حورس واحد ده عباره عن قمر صناعي للاستشعار من بعد، وبيحمل على متنه كاميرا تصوير عاليه الدقه. طبعا لما بيبقى عندنا امكانيه ان احنا نصور من الفضاء كاميرا عاليه الدقه، ده معناه ان احنا بنخدم كل متطلبات الرؤيه الاستراتيجيه للدوله المصريه 2030، الى جانب ان احنا بنحقق كل متطلبات التنميه المستدامه. خلينا بس نشوف ايه هي التطبيقات المختلفه اللي ممكن نستفيد منها من هذا القمر. اولا لما يكون عندنا القدره على التصوير من الفضاء بدقه عاليه، ده بيخدم قطاعات كثيره. على سبيل المثال الحصر، احنا لو بصينا على القدره على تحليل نوع التربه الزراعيه على جميع انحاء القطر المصري وتحليل الاجواء المحيطه بالتربه دي، ده بيخلينا نحدد افضل انواع المحاصيل الزراعيه اللي احنا نقدر نزرعها في هذه التربه، وبالتالي بنعظم الاستفاده وبنحسن من الانتاجيه الزراعيه، وبالتالي ده له مردود كبير جدا على الامن الغذائي وتوفير كل المتطلبات من الارض المصريه للشعب المصري، بل بالعكس ممكن يكون في فائض نقدر نصدره وما له من مردود على توفير العمله الصعبه. الى جانب ان احنا بنقدر نرصد كل مصادر المياه سواء كانت مياه جوفيه او سواء كانت مسارات للمياه والانهار، دي بنقدر عن طريق التصوير عالي الدقه ان احنا نحدد مصادر المياه بدقه عاليه، ودي طبعا دلوقتي ده موضوع مهم جدا جدا جدا، وده سر الحياه هو المياه يعني.